نفى الممثل القدير مصطفى هيمون شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد. للإشارة طالت الفنان الكوميدي المعروف باسم مصطفى غيرهاد إشاعة إصابته بفيروس كورونا دون التحقق من هذه الأخبار المغلوطة. للتذكير كان الممثل والفكاهي حكيم دكار قد أعلن الأسبوع الماضي إصابته بذات الفيروس. من يتذكر رقصة الثلاثي بلا حدود يذكر حتما مصطفى غيرهاد، شخصية كوميدية مميزة استطاع أن يكسب شعبية اخترقت صفوف الجمهور الجزائري إلى أوروبا. مصطفى هيمون هو ممثل فكاهي معروف باسم مصطفى غيرهي أو مصطفى بلا حدود. ولد يوم 20 مايو سنة 1959 بوهران الجزائر، نجم الفكاهة الوهرانية. بداية كانت في خشبة المسرح في وهران سنة 1977 حيث تألق وأبدع. بعدها عمل في سلسلة بلا حدود مع عبد الحميد شنين ومحمد حزيم حزيم من سنة 1987 إلى سنة 1998. شارك في الإنتاج الدولي مع أكبر نجوم الراي. على غرار ذلك فهو يخرج أفلام وسكتشات من نوع DVD